على الكيميكال ستراكشر مالته والإفكت. راح نحكي على الإفكت أوف كالسيتريول وذ ريجارد تو كالسيوم ميتابوليزم، وراح نتكلم شوي على الكالسيتونين. احنا الكالسيتونين تكلمنا عليه في نهاية محاضرة الثايرويد. هنا راح نحكي على الدور مالته وذ ريليشن أور وذ ريجارد تو كالسيوم ميتابوليزم. راح نتكلم في نهاية المحاضرة إلى لحقنا وبداية محاضرة بكرة إن شاء الله على الهايبوكالسيميا والهايبركالسيميا، يعني الهايبركالسيميك ديس أوردرز والهايبوكالسيميك ديس أوردرز. وراح نحكي على الباراثايرويد أوف باراثايرويد هرمون ديس أوردرز. نحكي على الهايبو باراثايرويدزم، سيدو هايبو باراثايرويدزم، والتايبس أوف هايبر باراثايرويدزم. فهاي الأهداف مال التوبيك كله اللي هو الهرمونز افكتنج كالسيوم ميتابوليزم. اوكي، بالبدايه خلينا ننطي شويه بريف انفورميشن على الكالسيوم، وين موجود، الفانكشن مالته، الفورمز البلازما، النورمال فاليوز، علاقته بالبروتين. هاي شويه مهمه حتى تكون مدخل للموضوع. 99% of calcium present in the bone، وفقط 1% متوزع في بقيه انحاء الجسم. فإذا the main site of calcium in the body هو in the bone. لكن خلوا في بالكم طلبتنا الأعزاء أنه ال bone calcium is not an inert mineral، هو مو خامل، هو it acts as a reservoir to supply the extracellular fluid calcium in cases of need. مو خامل، أكو عملية exchange بين ال bone calcium وال extracellular fluid calcium. فمثل ما قلنا 99 of calcium موجود بالبون، وفقط 1% موجود في بقية أنحاء الجسم. What are the functions of calcium in the body؟ 99% موجود بالبون، فعلا بي structural function، وأيضا موجود بالتيث. أيضا second important function هو it is important for the neuromuscular activity. ثالثا هو يدخل كوانزايم بال coagulation cascade. It is an activator for several steps in the coagulation cascade في عملية تخثر الدم. وإذا تتذكرون، group 2 C hormones اللي هي hormones that bind to cell surface receptor. إذا تتذكرون قلنا second messenger أو intracellular messenger هو يكون calcium أو phosphatidyl inositol or both. فهو حتى الكالسيوم ممكن يكون second messenger for several important hormones. هاي general functions اللي هي structural neuromuscular activity، يدخل بالإنزيم بالblood coagulation ويشتغل كسكند messenger. هاي generally الfunctions مالت الكالسيوم. بالبلازما كم شكل يكون الكالسيوم؟ 30 إلى 45% من البلازما كالسيوم bound to albumin، بينما تقريبا 50 to 60% of calcium يكون free أو نسميه ionized which is the active form of calcium. فالactive form of calcium in the plasma هو ال free أو ال ionized، ويشكل لنا تقريبا من 50 إلى 60% من البلازما كالسيوم. تبقى نسبة قليلة ما تتجاوز 10%، بين 5 بين 10% من الكالسيوم بالبلازما bound to organic compounds to phosphate to citrate. هاي الفورمز البلازما. فهنا يجب ان نركز على شيئين، تقريبا يوصل للنص 45% باوند الى الالبومين، وبين ال 50 و60 هو الفري او الاكتف او الايونايز كالسيوم. تسمعونا طلاب؟ طلبتنا تسمعوني؟ عمان قطع النت او شيء؟ ممتاز، ممتاز جدا. النورمال فاليوز بالمليغرام بير ديسيليتر يتراوح التوتال الكالسيوم بين 8.5 الى 10.5، قسم من المصادر العلميه تقول من 9 الى 11 انه تقريبا هاي النورمال فاليوز المتداوله على الكالسيوم 8.5 الى 10.5 او من 9 تو 11 مليغرام بير ديسيليتر. اذا نحولها بالمليمول من 2.1 الى 2.6، قسم تقولون من 2.2 الى 2.6 مليمول بير ليتر.
صدرك فاصل. انا ما بحوش اوقف لي بالله دقيقة دقيقة ثانية خلصت دقيقة اي لا ماشي طلابنا هسه اجى الصوت والسكرين بسبب مشاكل النت اليوم زين منين انقطع الصوت حتى ارجع عيد منين انقطع يعني هذا السلايد شفتوه هذا نعم الله فاليوم اصلا خلصه اوكي اوكي اذا اوكي جيد ممتاز النورمال فاليو قلنا من 8.5 الى 10.5 ملي جرام بير ديسي لتر من 2.5 الى 2 او 2.1 الى 2.6 ملي مول الايونات كالسيوم اللي يشكل لنا من 50 الى 60% تتراوح النورمال فاليو مالته بين 4.4 الى 5.2 بالملي جرام و بالملي مول من 1.4 من 1.1 الى 1.4 قلنا لازم نسوي ادجستمنت لان تقريبا 40 الى او 30 الى 45% من البلازما كالسيوم باوند تو البومين نسوي ادجستمنت خصوصا بالكيسز مالت الهايبو البومينيميا من ينزل الالبومين جوا 3 جرام بير ديسيليتر بس احنا يفضل بهاي المعادله ناخذه بال 30 جرام بير لتر ناخذه بالليتر يعني نضرب النتيجه في 10 شلون نسوي هاي المعادله هسه راح اعطيكم مثال بسيط جدا بسيط نقص 40 من البلازما كال مثلا انت قايس الالبومين طالع 35 تقول 40 ناقص 35 يطلع 5 الفايف تضربها في 0.02 يطلع الرقم هذا الرقم تضيفه للمجر كالسيوم تطلع النتيجه بالملي مول بير لتر هسه راح اعطيكم مثال منهم تسمعوني اوكي شنو اسمك بنتي او الطالب اللي هذا اسم نور الهدى والطالب الثاني شنو اسمك ابني اللي قلت عنك ماشي السؤال لكم اثنينكم راح اعطيكم مثال استميت تسمعيني نور الهدى بنتي تسمعيني؟ نعم دكتور. أوكي أوكي. نعم دكتور سمعت. ماشي هذا سؤال إلك بنتي أو أي زميلة أو زميل إلك. أجست احسب يعني استميت دي أجستد أو corrected plasma calcium from the following values شخص عنده البلازما كالسيوم 2 ملي مول بير لتر 2 ملي مول بير لتر البلازما ألبومين مالته 30 جرام بير لتر شلون تحسبوها؟ قيمتي راح أعطيكم المجر كالسيوم 2 ملي مول بير لتر والبلازما ألبومين 30 مو إلا تسوي حسابات رياضية بس قول لي شو تسوي او تقولي لي ايش تسوي تقدرين تجاوبين نور او اي زميل او زميله اخرى انقص ال 40 من 30 من البلازما البومين نقص مو ال 40 مو ال 30 من ال 40 يعني 40 ناقص 30 نعم صحيح اي 40 ناقص 30 واضربها في 0.02 اي تطلع اجمعها مع المجرس كالسيوم ممتاز هسه نطبق هاي المعادله
أربعة ناقص ثلاثين تطلع عشرة، عشرة في point O two تطلع point two، point two زائد اثنين يطلع اثنين واثنين. ها شنو معناها؟ معناها أنت هذا الشخص اللي عنده hypoalbuminemia، إذا ما انتبهت للhypoalbuminemia راح تقول عنده hypocalcemia، لأن إيش قد القيمة أنت من اشتغلتها لقيتها اثنين ملي مول، بس من سويت لها correction أو adjustion على البلازما البومين طلعت القيمة 2 و 2 يعني زادت 0.2 مول 0.2 ملي مول. هي هاي الفكرة واضحة؟ لو أعيدها إذا أحد ما افتهمها حتى أعيدها. زميلتكم حلتها بشكل صحيح واضحة؟ لو أعيدها أريد جواب من عندكم. واضحة؟ واضحة دكتور. جيد. واضحة يا ابني؟ جيد. نجي للباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد جلانز عندي فور باراثايرويد جلانز اللي هي situated posteriorly to the thyroid gland، يعني أربع عندي بالجسم فور باراثايرويد جلانز أربعة lies posteriorly to the thyroid gland. تفرز لنا الباراثايرويد هرمون الماتشور، طلبتنا الأعزاء خلوا بالكم من هاي النقطة، الماتشور باراثايرويد هرمون نختصر بالرمز PTH يتكون من 84 أمينو أسيد لكن يصنع ك115 أمينو أسيد. الفاينل أو الماتشور أو الفولي أكتيف PTH هو يتكون من 84 أمينو أسيد لكن إنيشيالي يصنع كبري برو باراثايرويد هرمون بري برو PTH يتكون من 115 أمينو أسيد، يفقد سيكونس من 25 أمينو أسيد ينطيني 90 أمينو أسيد بابتايد اللي هو نسميه بري PTH أو بري باراثايرويد هرمون، يفقد أنذر 6 أمينو أسيد يتحول إلى الفولي بيولوجيكلي أكتيف PTH اللي يتكون من 84 أمينو أسيد. فهاي المعادلة جوا هي عملية تصنيع الـ PTH يبدي على شكل بري برو PTH بري برو باراثايرويد هرمون يتكون من 115 يفقد 25 أمينو أسيد يتحول إلى بري PTH اللي بي 90 يفقد أنذر 6 أمينو أسيد يتحول للماتشور PTH اللي هو 84. هذا الباراثايرويد هرمون. طبعا الباراثايرويد هرمون يتحسس او يشتغل او يعني يعدل الكالسيوم استنادا الى ريسبونس من ريسبتر خاص موجود او سنسر موجود بالباراثايرويد جلاند اللي هو يسمونه CASR اللي هو كالسيوم سنسنج ريسبتر كالسيوم سنسنج ريسبتر. وطبعا يجب ان تخلون بالكم اكو انفرس ريليشن شيب بين الكالسيوم ليفل وبين البي تي اتش بين الامبيانت كالسيوم ليفل والبي تي اتش، اذا زاد الكالسيوم قل البي تي اتش اذا قل الكالسيوم انفرز البي تي اتش علاقه عكسيه. التشنجز بالاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم تنتقل للباراثايرويد يعني للسيل ممبرين مال الباراثايرويد through هذا اللي قلنا الكالسيوم سنسنج ريسبتر، وهذا الكالسيوم سنسنج ريسبتر من يقل الكالسيوم يصير بي انهبيشن ينفرز الكالسيوم، من يزداد الكالسيوم يتفعل هذا يسوي لك انهبيشن للبي تي اتش. لكن الاكزاكت رول شلون يسوي اكزاكتلي يعني الديتيل اوف ذا بروسيس اوف انهبيشن اوف الكالسيوم سنسنج ريسبتر على البي تي اتش is unknown, is not fully understood. راح أعيدها. أكو علاقة عكسية بين مستوى الكالسيوم بالإكستراسلولار فلويد يعني الإكستراسلولار نقصد به الانترستيشيال والبلازما والبي تي اتش ريليز، علاقة عكسية بين مستوى الكالسيوم والبي تي اتش. إذا صار عندي ارتفاع بالإكستراسلولار فلويد كالسيوم عن القيم الطبيعي يسوي انهبيشن للبي تي اتش. هاي تشينجز بالبلازما كالسيوم شلون تنظم عمليه افراز البي تي اتش، او خلينا نقول بالعكس شلون
الباراثايرويد جلاند شلون تنظم الكالسيوم بالبلد عن طريق سنسر، يعني الكالسيوم تشينجز بالكالسيوم تاثر على سنسر ريسبتر خاصه بالثايرويد بالباراثايرويد تيشو نسميهم كالسيوم سنسنج ريسبتر، وهاي يسوي لك عاده تنظيمها يكون على شكل الانهبيشن، يعني من يصير عندك هايبر كالسيميا يصير تجي سيجنالز للكالسيوم سنسنج ريسبتر يسوي لك انهبيشن للبي تي اتش، اذا صار نزل مستوى الكالسيوم هاي السيجنال تروح زين يرفع الانهبيشن ينفرز البي تي اتش، هاي هي العلاقه الموجوده. بس الديتيل ميكانيزم يعني شلون بالضبط شلون تسوي تنظم ما كلش واضحه يعني للعيان. انقطع النت لو صوتي مسموع والسكرين موجوده؟ واضح دكتور. جيد، هاي واضحه لو عيدها هذا السلايد. واضح دكتور. جيد، ممتاز ممتاز. طبعا احنا عندنا 3 هرمونز ينظمون الكالسيوم بالاكسترا سيلولار فلويد، البي تي اتش والكالسيتريول والكالسيتونين. الكالسيتونين الهرمون الثالث هو الدور مالته نيجليجبل مينيمال. المين تو هرمونز هم البي تي اتش والفيتامين دي، فهم البي تي اتش الباراثايرويد هرمون والفيتامين دي كنترول الكالسيوم والفوسفيت هوميوستاسيس. طبعا الفوسفيت مرتبط بالكالسيوم. هبوط الاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم مثل ما قلنا تريجرز البي تي اتش، تريجرز البي تي اتش يقلل لي شلون يسوي شلون يزود البي تي اتش؟ يقلل لي من الانهبيتوري افكت مال السي اي يعني الكالسيوم سنسنج ريسبتر على الباراثايرويد هرمون، لان هي هاي مسويت لها انهبيشن. من يقلل الكالسيوم ينزال هذا الانهبيشن مال السي اي الكالسيوم سنسنج ريسبتر على البي تي اتش فينفرز البي تي اتش. من يصير عندك هايبر كالسيميا تتحفز الكالسيوم سنسنج ريسبتر ينزل البي تي اتش، فهنا من ينزل الاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم تريجر بي تي اتش سكريشن. البي تي اتش يشتغل بثلاث مكانات، 2 دايركت و1 اندايركت. دايركت يروح على الكدني شو يسوي؟ يطلع لي يعني ينتج لك الاكتف فورم اوف فيتامين دي 125 داي هيدروكسي كول كالسيفيرول، يسوي لك الفاينل هيدروكسيليشن ستيب. ايضا بالكدني شو يسوي لي؟ يسوي لي ري ابزوربشن اوف كالسيوم اند ديكريز ري ابزوربشن اوف فوسفيت، فيسوي لي فوسفيت يوريا هاي دايركت. يروح للبون يسوي لي بون ريسوربشن، يطلع لي كالسيوم وفوسفيت من البون هاي دايركت. ويشتغل على الانتستين اندايركت، يزيد لي الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم او فوسفيت. بس ليش اقول اندايركت؟ البي تي اتش ما يروح للانتستين، البي تي اتش مو سوالي الفاينل هيدروكسيليشن ستيب اوف فيتامين دي، وفيتامين دي هو بنفسه يروح للانتستين ويزيد لي الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم وفوسفيت. بس هو هذا يعني دايركتلي من اشتغل على الانتستين اشتغل الفيتامين دي وزيد لك الانتستين الابزوربشن للكالسيوم ويا فوسفيت. بس هو هذا الايفكت يحسب المن يحسب اندايركت البي تي اتش، لان بدون البي تي اتش الفاينل هيدروكسيليشن ستيب بالكدني ما تصير، فبدون البي تي اتش ما يصير الاكتف فورم اوف فيتامين دي، وبالتالي بدون البي تي اتش ما يصير انتستين الابزوربشن اوف كالسيوم عن فيتامين دي. الفيتامين دي شو يسوي؟ يشتغل على ايضا ثلاث مكانات، يشتغل على الانتستين يزيد للانتستين الابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت، ويا البي تي اتش هم يطلع كالسيوم، يعني الفيتامين دي هم يسوي بون ريسوربشن مثل البي تي اتش على البون يطلع لك كالسيوم وفوسفيت. على الكدني الفيتامين دي عنده مايلد افكت يزيد للكالسيوم ري ابزوربشن. فلهذا هاي الايفكت مال الفيتامين دي والكالسيوم يصير ريستوريشن، ترجع من ينزل الكالسيوم ترجعه الى مستوياته الطبيعيه باتجاه الصعود. بس ما تسوي له بالنورمال ليفل، ما يصير عندك هايبركالسيميا، انت عندك فيدباك كنترول وعندك هوميوستاتيك ميكانيزم تحافظ على الليفل الى نورمال. و مثل ما قلنا البي تي اتش انهبيت رينال فوسفيت ري ابزوربشن يسيد لي الفوسفيت يوريا.
هسه خلينا نحكي على هاي الايفكت بالتفصيل. ذاك السلايد جمعنا به الايفكت مال الفيتامين دي والكالسيوم. هنا أنا نفترض شخص صارت عنده هايبوكالسي، نزل يعني نزل الكالسيوم بدا ينزل لللور ليميت، يعني احنا مو قلنا من 8.5 ل 10.5 بدا يصير 8.4 8.3 8.5 8.2 بدا ينزل. هنا اكو سيجنال توصل للكالسيوم سنسنج ريسبتور حتى يشال الانهبيشن مال البي تي اتش، يطلع البي تي اتش. هنا صار عندك هايبوكالسيميا صارت ريجرنج لل بي تي اتش. البي تي اتش وين يروح اول مره؟ يروح على البون، يطلع لك بون ريسوربشن، يطلع كالسيوم ويطلع فوسفيت من البون. وبدايه المحاضره انا قلت الكالسيوم بالبون اللي هو 99% من البادي كالسيوم موجود بالبون، 99% من الكالسيوم موجود بالبون، كميه كبيره بس مو خامل، هو صح بي ستراكشرال فانكشن بس قصدي هو مخزن، هو خزين، هو احتياط للاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم. فيروح للبون البي تي اتش يسوي بون ريسوربشن، يحل من البون كالسيوم فيجهز كالسيوم للاكسترا سيلولار فلويد. ثانيا شو يسوي؟ ديكريز رينال اكسكريشن اوف كالسيوم، يزيد الكالسيوم ري ابزوربشن باي ذا رينال تيوبيولز. هاي دايركت ميكانيزم، هو البي تي اتش يشتغل. ثلاثه البي تي اتش يزيد لي الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت. بس هنا انتبهوا علي، خال كلمه باللون الجوزي او زين، خال اندايركت. ليش؟ انتبهوا، يعني انا صحيح اقول البي تي اتش يزيد لي الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم فوسفيت، بس هذا الايفكت ابنائي بناتي هذا اندايركت، يعني البي تي اتش ما عنده ريسبتر بالانتستين، ما يشتغل بالانتستين، بعد شلون يزيد الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم؟ اندايركت. شلون اندايركت؟ لان هو البي تي اتش مسؤول عن اخر خطوه من الهايدروكسيليشن ستيب اللي يشتغل عليه الانزيم الفا 1 هايدروكسيليز بالكدني، مسؤول عن تصنيع الخطوه الاخيره من الاكتيفيشن اوف فيتامين دي، تحويل ال 25 هيدروكسي كول كالسيفيرول الى 125 داي هيدروكسي كول كالسيفيرول بالكدني، وهذا نفسه اللي تفعل الفاينل ستيب اوف فيتامين دي، هذا نفسه اللي تفعل هو نفسه يروح للانتستين ويزيد للانتستين الابزوربشن اوف كالسيوم وفوسفيت. فهي تحسب اندايركت البي تي اتش، بس دايركت منو اللي قام بها؟ الفيتامين دي. خلوا بالكم ترى احنا من نقول كالسيتريول، ترى الفيتامين دي هو اقرب الى الهرمون من الفيتامين. يعني الكالسيتريول هو تاخذونه بالهرمونز وتاخذونه بالفيتامينز، هو اتز نوت ترو فيتامين. لان شنو؟ هو الغالبيه مالته يصنع بالافكت على السلايت. السلايت على ال 70 هيدروكوليسترول وتصير هاي الخطوات وبالليبر وبالكدني ويصير الفاينل هيدروكسيليشن ستيب. هو ات از ريلي ا هرمون راذر ذان ا فيتامين، بس قصدي ناخذ بالفيتامين، بس اذا تاخذ لان هي الفيتامين شود بي سبلايد وذ دايت. الدايت موجود هو بالايج يولك وموجود سم اوف ذا دايري برودكتس، بس الغالبيه مالته يصنع بالسلايت، ولهذا lack of sunlight precipitate vitamin D deficiency، فقدان اشعه الشمس يؤدي لك الى فيتامين دي deficiency. ف يعني واخذوا هاي عبارتي ب ب ب ب ب بدقه، يعني نعتبره فيتامين ونعتبره هرمون، بس هو نوت ترو فيتامين، هو اقرب الى الهرمون منه الى الفيتامين. هذا الكالسيتريول. مثل ما قلنا البي تي اتش يقلل الاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم، هو يسوي لك انهبيشن للرينال فوسفيت ري ابزوربشن، ولهذا يسوي لك فوسفيت يوريا ديكريز رينال فوسفيت اكسكريشن. النت افكت يزيد لنا الاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم ويقلل لنا الاكسترا سيلولار فلويد فوسفيت كونسنتريشن. يعني هاي بالمناسبه يعني مو يسوي لك هايبر كالسيميا وهايبر فوسفاتيميا، هاي بالحاله الطبيعيه جاي نحكي، بالحاله المرضيه نعم يسوي، بس قصدي ريستورز دي نورمال. يعني هاي اشاره السهم الى الاعلى، انتبهوا علي شنو نقصد به بالنورمال، يعني كل ما ينزل الكالسيوم هو يرجع يسوي له نورماليزيشن، يسوي له مينتنس، يحافظ عليه من الهبوط، وكل ما يصعد الفوسفيت هو يقلله ويمنعه من الارتفاع. هاي نقصد به. طلاب بنات واضحه البي تي اتش مهم، الموضوع مهم هذا، اعيده لو شلون يعني لو افتهمتوه، من يريد اعيد اوضحها مره ثانيه ما عندنا مانع احنا.
اي دكتور لا تقدر اعيد شوي ان شاء الله راح اعيد الايفكت اوف بي تي اتش. مثل ما قلنا البي تي اتش والكالسيتريول هم يسيطرون او ينظمون الكالسيوم والفوسفيت هوميوستاسيس. نقصان الكالسيوم بالاكسترا سيلولار فلويد من يبدي المستوى مال الكالسيوم ينزل هذا تريجرنج فاكتور للبي تي اتش سكريشن. وخلوا بالكم البي تي اتش سكريشن يعني بالباراثايرويد جلاند تحت افكت اوف ريسبتر خاصه نسميها كالسيوم سنسنج ريسبتر. هاي نورمال هي تسوي لك انهبيشن للبي تي اتش، بس من يصير هايبوكالسيمي انزال هذا الانهبيشن فبالتالي ينفرز البي تي اتش. زين البي تي اتش يشتغل سريعا يعني ده مباشره على الكدني وعلى البون وبصوره غير مباشره عن طريق الفيتامين دي عن طريق الكالسيتريول يشتغل على الانتست. مثل ما قلنا يشتغل على الكدني يسوي لي الفاينل هيدروكسيليشن ستيب اوف فيتامين دي ينطيني 1.25 داي هيدروكسي كول كالسيفيرول، وعلى الكدني يزيد لي كالسيوم ري ابزوربشن ويزيد لي الفوسفيت اكسكريشن يعني يقلل لي الفوسفيت ري ابزوربشن. على البون هو والفيتامين دي يسوون بون ريسوربشن يطلعون كالسيوم من البون. على الفيتامين دي من صار هيدروكسي من صار الاكتف فورم 125 داي هيدروكسي كالسيفيرول بسبب ذا افكت اوف بي تي اتش يروح للانتستين ويزيد للانتستين الابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت. ناخذهم بالتفصيل. فالبي تي اتش نورماليزز، شوف ايش قلت نورماليزز يعني من يبدي من ينزل الكالسيوم يصعده يرجع لحالته الطبيعيه يحافظ على مستوى من الهبوط. يعني زيادة الكالسيوم بالدم عند حصول حالة الهبوط يشتغل على البون يسوي لي بون ريسوربشن ويزيد لي كالسيوم طبعا ويا فوسفيت، وهذا دايركت افكت وهذا نفس الافكت مال الفيتامين دي. ايضا يقلل لي رينال اكسكريشن اوف كالسيوم يعني يزيد لي رينال كالسيوم ري ابزوربشن وهذا دايركت افكت، وايضا يشبه منه يشبه الفيتامين دي نفس الافكت بس بصوره اقل يعني الكالسيوم البي تي اتش اكثر. ثلاثه يزيد لي الانتستينال كالسيوم ابزوربشن باي بروموتينج كالسيتريول سينثيسيس. ليش قلت باي بروموتينج كالسيتريول سينثيسيس؟ هاي ما اريد واحد من الطلبه يعني يفهمها بشكل خاطئ. البي تي اتش يزيد لك الانتستينال كالسيوم ان فوسفيت ابزوربشن اندايركتلي. البي تي اتش ما يشتغل على الانتستين، البي تي اتش يشتغل على الكدني يصنع لي الشكل الفعال من الفيتامين دي والكالسيتريول، هو بنفسه يروح يزيد لي الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن فروم ذا انتستين. فبالتالي هذا يحسب الايفكت لمن للبي تي اتش. ليش؟ لان بدون البي تي اتش ما يصير عندي اكتف فورم اوف فيتامين دي. وقلنا البي تي اتش ريديوسز اكسترا سيلولار فوسفيت ليفل، يقلل الفوسفيت ليفل هاي البي للفوسفيت، لان يزيد لي الرينال فوسفيت اكسكريشن يطرح فوسفيت. الفيتامين دي ما يشتغل على الرينال فوسفيت. فالنت افكت اوف بي تي اتش اون بون اند كيدني النت افكت يزيد لي الاكسترا سيلولار فلويد كالسيوم كونسنتريشن. هنا طبعا بالحاله المرضيه ممكن زياده البي تي اتش يسوي لك هايبر كالسيميا، بس بالحاله الطبيعيه يسوي لك نورماليزيشن. مجرد ما يوصل الليفل مال الكالسيوم الى حدود الطبيعيه تروح سيجنالز المن للكالسيوم سنسنج ريسبتر، وهاي تسوي لك انهبيشن للبي تي اتش ويوقف البي تي اتش. من يرجع ينزل الكالسيوم ينشال هذا الانهبيشن مال السي اي سنسنج ريسبتر وينفرز البي تي اتش. وايضا مثل ما قلنا يقلل لي الفوسفيت، كل ما يصعد الفوسفيت عن مستوى مقبول يرجع ينزله. الكالسيتريول مثل ما قلنا الكالسيتريول هو الفيتامين دي، وقلت لكم هو يعتبر هو اقرب الى الهرمون من الفيتامين. اول خطوه يشتغل دايركتلي هو على الانتستين، كالسيوم يزيد لك الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن. وقلنا هاي هو يعني شغل الفيتامين دي على الانتستين وزياده الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن يحتاج البي تي اتش. ليش؟
يعني البي تي اتش هو سوى له اكتيفيشن ايضا مثل البي تي اتش او ويا البي تي اتش يسوي لك بون ريسوربشن يحل من العظم ومن الكالسيوم والفوسفيت العظم مثل البي تي اتش وشابه البي تي اتش يسوي لك موفمنت اوف بون كالسيوم انتو دي اكس ام فوسفيت انتو دي اكسترا سيلولر فلويد. ايضا الكالسيتريول يقلل لك الرينال كالسيوم اكسكريشن الى درجه بسيطه يزيد لك الرينال كالسيوم ري ابزوربشن مايلد افكت. الكالسيتونين هذا الكالسيتونين هو احد هرمونات الثايرويد جلاند واخذناه بالثايرويد جلاند لكن هو فانكشنالي يشتغل على الكالسيوم والفوسفيت فمرتبط بالكالسيوم والفوسفيت ولهذا functionally related to the parathyroid gland or functionally من الناحية الوظيفية من الناحية التشريحية من الناحية الإفراز وينفرز من السي سيلز البارافوليكولار سيلز of the thyroid gland هو peptide B32 amino acid. الإفكت مالته هو يقلل البون ريسوربشن أنتي ريسوربتنج يقلل البون ولهذا يقلل الموفمنت اوف كالسيوم للفوسفيت من البون للاكسترا سيلولار فلويد. لكن هذا ايش قد هذا الرول مهم؟ ما كلش معروفه يعتقدون مينيمال. ليش يعتقدون مينيمال؟ لان اكو فد مالجننت تيومر اوف ذا سي سيلز هذا يسمونها ميدلري كارسينوما اوف ذا ثايرويد ميدلري كارسينوما اوف ذا ثايرويد وهي كارسينوما طلاب تسمعوني لو انقطع النت جيد هذا كلش مهم هاي العبارة نحكي على rules of calcitonin or CT ليش نقول الرول مالته minimal ليش نقول الرول هو يعني هو يقلل البون ريسوربشن يعني يعاكس الإفكت مالت الكالسيتريول والبي تي اتش على البون انتبهوا البي تي اتش والكالسيتريول يسوي لي بون ريسوربشن بون ديسوليوشن يعني موفمنت يسوي لي موفمنت اوف كالسيوم اند فوسفيت فروم دي بون انتو دي اكسترا سيلولار فلويد الكالسيتونين بالعكس بريفنت بون ريسوربشن بريفنت دي بون دي موفمنت اوف كالسيوم اند فوسفيت فروم دي بون بس هذا الرول ما كلش يعني الاكزاكت رول هذا ما كلش واضح او يعتقدونه مو اوف سيجنيفيكانس ليش لسبب واحد المرضى اللي عندهم ميدلري كارسينوما اوف دي ثايرويد يعني malignant tumor of the parafollicular cells يعني malignant tumor of the C cells بمعنى عندهم hypercalcitonemia زيادة بالكالسيتونين هذول ما يصير عندهم hypocalcemia فهل هو الإفكت مالته مو كل significant هل يزيد والPTH أو الكالسيتونين اللي يعاكسوه فلهذا الإفكت أنا الإكزاكت رول مالته هو الإفكت واضح يقلل البون ريسوربشن بس الإكزاكت رول ما كلش واضح مع ذلك الكالسيتونين بي ثيرابيوتيك يوزز استعمالات علاجية وين يستعمل بالهايبركالسيميا وخصوصا هايبركالسيميا أوف مالجنسي زيادة الكالسيوم بالأمراض الخبيثة اللي هي عادة يصير سهنان يصير ريليز أو باراثايرويد ريليتد بابتايد هاي يسمونها hypercalcemia of malignancy هذا peptide يتكون تقريبا من 144 amino acid simulate it has a PTH like effect ويزيد لي يسوي لي hypercalcemia هنا أنا الكالسيتونين بس ما نستعمله كفيرست لاين الفيرست لاين عادة vigorous hydration fluid therapy يمكن ينطون diuretics وبعدين الثيرد لاين ممكن ينطون كالسيتونين ايضا يستعمل في علاج هشاشه العظام الاوستيوبوروسيس ليش لانه انتي ريسوربتيف يقلل البون ريسوربشن وايضا يستعمل بالتريتمنت اوف باجي ديزيز هذا يصير ديزيز اوف انون ايتيولوجي انكريز بون ريموديلنج فيصير انكريز اوستيوبلاستيك اند ذن اوستيو كلاستيك اكتيفيتي يصير بون ديستركشن ويصير عندهم فهو يقلل البون ريسوربشن واستعمال ايضا الى بالباجي ديزيز هاي واضحه الحد اللي هنا نحن يعني محاضرتنا نوقف الحد الان ونكمل الباثوفيسيولوجي غدا 8 صباحا ان شاء الله
اكو ملاحظه، اكو سؤال، اكو تعليق؟ احب اسمع من عندكم ابنائي بناتي الاعزاء. طلاب بنات، عفوا دكتور ممكن تعيد هذا السلايد؟ اعيد هذا السلايد؟ ماشي. الكالسيتونين وهو الهرمون الثالث اللي يأثر لي على الكالسيوم هوميوستيسيس، هذا الكالسيتونين ينفرز من الباراثايرويد، من البارا من سوري من البارا فوليكولار سيلز اوف دي ثايرويد جلاند، يسمونها السي سيلز. الثايرويد فوليكل، الثايرويد فوليكل تذكرون من حكينا الاناتومي اوف ذا ثايرويد جلاند، ان كل ثايرويد لوبيول، كل ثايرويد لوبيول به تقريبا 20 الى 40 فوليكل، هاي الفوليكل بها يسمونها سي سيلز، بارا فوليكولار سيلز، تفرز لنا هرمون اسمه الكالسيتونين يتكون من 32 امينو اسيد. هذا يعني كيميكلي او فانكشنالي او بايوكيميكلي هو يقلل الكالسيوم والفوسفيت، ليش؟ يعني يقلل تحلل العظم، يقلل البون ريسوربشن، فبالتالي يقلل الموفمنت اوف كالسيوم من الاكسترا سيلولار من البون للاكسترا سيلولار فلويد. بس هذا الرول ما كلش واضح او يعتقدون مو ذا اهميه كبيره، ليش؟ لان الاشخاص اللي عندهم مالجنت تيومر اوف ذا سي سيلز واللي عندهم فيري هاي ليفلز اوف كالسيتونين ما يصير عندهم هايبوكالسيميا. يعني هذول الاشخاص اللي عندهم مالجنت تيومر اوف ذا سي سيلز وعندهم مستويات كبيره جدا وعاليه من الكالسيتونين ما يصير عندهم هايبوكالسيميا. فلهذا هذا الرول ما كلش واضح بالتفصيل، لكن ما يمنع انه الكالسيتونين الى استعمالات علاجيه يستعمل بالتريتمنت اوف هايبركالسيميا، خصوصا اذا كانت سببها سبب سرطاني، يعني السبب سرطاني للهايبركالسيميا، يستعمل بالعلاج مال هشاشه العظام لان هو يقلل تحلل العظم انتي ريسوربتيف ايفكت، ويستعمل بالباج ديزيز. الباج ديزيز هسه واضح السلايد بنتي نور الهدى؟ نعم دكتور. اكو سؤال عندكم طلابنا طلبتنا؟ منو عنده تعليق؟ لا سؤال ما حاضر تفضل ابني. العفو دكتور، بس سلايد رقم 5. سلايد رقم 5 انا ما حافظ الارقام مالت والله. هذا الرقم 5 هذا السلايد المعادله. نعم دكتور. العفو دكتور، هاي المعادله شنو الفائده من عليها، او يعني شلون تجي طريقتها بالامتحان؟ انت مو تفكر بالامتحان، هسه الامتحان سهل، بس قصدي فكر بتطبيق العمل. وانا ضربت لك مثال وحللت زميلتك اعتقد مرددها بشكل صحيح دكتور. هو يعني ما يخالف، خل اوضح لك. لا غير، لا غير ابني، لا غير، خل اوضح لك اياه. قلنا 30 الى 45% 30 الى 45% من الكالسيوم بالبلازما يرتبط بالالبومين، ولهذا الهايبو البومينيميا لها تاثيرات كبيره على البلازما كالسيوم، اللي تقريبا يوصل الى حد نصف الكالسيوم بالبلازما يرتبط بالالبومين. ولهذا بالحالات وخصوصا بحالات الهايبو البومينيا صار ادجستمنت، يعني تعديل تصحيح مستوى الكالسيوم نسبه الى الالبومين. بس انا حضرب هذا المثال مره ثانيه وسجل يومكم القيم وانتم راح تحلوها بنفسكم. اي مثال طبعا ينطبق، اي مثال. افرض ان الواحد عنده الكالسيوم مالته 1.951، يعني 1.95% ملي مول بير لتر، 1.95. افرض البلازما البومين مالته 25 جرام بير لتر. تسمعوني اللي يسال السؤال الطالب يسمعني؟ نعم دكتور اسمع. طيب انتبه على هذا المثال، واحد البلازما كالسيوم مالته 1.95 يعني 1.95%، البلازما البومين مالته 25 جرام بير لتر. هنا من نطبق هاي المعادله نحسب الالبومين باللتر مو بالميه، يعني مو 2.5 جرام بير دي سي لتر، 25 جرام بير لتر. شلون نحسب الكوركتد كالسيوم؟ هنا اذا ما تحسب، اذا ما تاخذ بنظر الاعتبار، اذا ما تاخذ بنظر الاعتبار الهايبو البومينيا، هذا الشخص 25 يعني هايبو البومينيا مثل البومين مالته، تقول هذا الشخص عنده هايبوكالسيميا، بس اذا تحسب الكوركتد
او الادجستد اذا تحسب الكالسيوم المصحح او المعدل يطلع تقريبا البلازما كالسيوم نورمال او لور نورمال. شلون خلينا نحسبها؟ نقول 40 طبعا هي المعادله ميجرد كالسيوم زائد 40 ناقص البلازما البومين في 0.02. فانت اول مره تحسب الجزء الثاني من المعادله وتضيفها للقيمه. بما شلون نسوي؟ نقول 40 ناقص 25 ايش قد يطلع؟ 15 تضربها في بوينت اوتو ايش قد تطلع؟ ما اعرف ايش قد تطلع 15 في بوينت اوتو. يمكن تطلع لا تطلع 3 بالضبط 0.3. نعم تطلع 0.3. هاي ال 0.3 تجمعها ويا من؟ تجمعها ويا ال 1.95 ايش قد يطلع؟ يطلع المريض قيمته 2.25 البلازما كالسيوم. هذا باعوا ال نون ادجستد الكالسيوم مالته هو هايبوكالسيميك. انت اذا ما تاخذ بنظر الاعتبار تقول الكالسيوم مالته 1.95، بس انت اذا تاخذ بنظر الاعتبار وتدخل قيمه الالبومين اللي هو 25 كلش قليل يطلع البلازما كالسيوم ايش قد يطلع؟ 2.25 يعني نورمال. هذا شيء يسمونه كوركتد او ادجستد. وانا ليش ضربت الامثله؟ حتى اعلمكم على الطريقه الصحيحه لحساب المعادله. هسه ابني واضحه؟ نعم دكتور واضح الحمد لله والشكر. اكو سؤال ثاني؟ بالعكس انا ترى كلش يعني ارحب واستمتع صراحه باسئلتكم وانا ممتن لكم، لان هو الفائده انه تتفاعلون ويا المحاضره وتستفادون، واحنا وجودنا هنا حتى انتم تستفادون. فبالعكس على الرحب والسعة، اسألوا مرة ومرتين وثلاثة احنا حاضرين. اكو سؤال ثاني؟ كوماند؟ باتشر ان شاء الله الصبح راح نتناقش بهذا الجزء من المحاضرة، يعني شوي نسوي ريفيو سريعة ونكمل الباثوفيسيولوجي. اذا ماكو سؤال شكرا جزيلا وفي امان الله.